السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان، تحية لكل المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم وأينما رحلتم. بالضبط وبلا شك أن شفت المينياتور وشفت العنوان ديال لا فيديو وشفت الصورة المصغرة. اليوم بغيت نتقاس معكم داكشي باش علمنا الله داخل العقول ديالنا، وداكشي المبحث ديالنا وفي العمل تاعنا، في العمل الجمعوي بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. قبل ما نبدا في هذا الفيديو هذا، كنتمنى الناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه انه يفعلوا الجرس وتخليونا لي كومونتير اللي كيحفزونا دائما وكيشجعونا بالمواصله ديال هاد ديال هاد ديال هاد الشرح ديال بعض الامور اللي هي اللي غتفيدنا ان شاء الله في الحياه ديالنا اليوميه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي يلقاكم في احسن الاحوال وبالصحه والعافيه ان شاء الله، ودمتم ان شاء الله سالمين. قبل ما نبدا الاخوان، الله يجزيكم بالخير في هذا الفيديو هذا. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه مع الاخوان تاعو باش يستفدوا، وكنتمنى الناس اللي كيعرف شي من ذوي الاحتياجات الخاصه انه باش يحصل على الشهاده ديال الاعاقه من الوزاره اللي كاين لدى الحكومه الجديده اللي اعلنت على ان غادي تكون واحد المنحه بالنسبه للفئه الهشه وبالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يتبارطاج على أوسع نطاق إن شاء الله، باش إن شاء الله باش نتعمل فائدة. قبل ما نبدأ الإخوان يعني في الشرح إن شاء الله مبسط، كنتمنى أن تفرجوا هذا الفيديو من الأول حتى الآخر، باش ما تقولش أنك تفوت الفيديو يعني تفوت واحد المعلومة اللي غادي تتهمك إن شاء الله، غتهمك وأنت فتيها. يعني في البداية يعني كل واحد اللي عارف شي من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني اول حاجه خصنا نعرفوا النوع ديال الاعاقه ديال داك الاخ ولا الاخت اللي عندها الاعاقه. واش عندها اعاقه ذهنيه، ولا اعاقه ما كتسبح ما كتهضرش نطق، واللي عندها حركيه، واللي عندها ما كتشوفش. يعني هادو كاملين النوع ديال الاعاقه، النوع ديال الاعاقه باش نعمروا الملف الطبي نتاعنا، وغادي نقول لكم فين غتمشيو وفين غتوجهوا فين غتدفعوا فين غتبعوا حتى تخرج لكم ان شاء الله هاد الشهاده ديال الاعاقه. كاين شي توضيح ولا شي استفسار كنتمنى انكم تخليونا في التعليقات، ان شاء الله غادي نجاوب لكم عليهم ان شاء الله. بالنسبه للاخوان، اول حاجه ملي كنعرف النوع الاعاقه اللي عند الولدي، يعني في واحد الحاله اخرى بالناس اللي عندهم لا سينيسيس ولا موظفين، يعني هاد الشهاده ديال الاعاقه يعني راه ما كتبقاش، خاصه الناس اللي ما عندهمش، اللي عندهم الرمي، البطاقه ديال الرمي. يعني الاخوان اللي عندهم بطاقه الرمي، يعني الناس اللي فايتين 18 عام راه في هذا الملف هذا كيخصو ان بطاقه ديال التعريف الوطنيه ديالك. الناس اللي ما عندهمش البطاقه ديال التعريف الوطنيه خصهم اكستراي او عقد ديال الازدياد، غادي يمشي مع 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 هاد مع هاد الورقات هادو باش يكمل الملف الطبي. يعني باش ما نحرقوش المراحل غادي نشرح لكم. الاولى كتكون عندنا الوراق هذه بالنسبه للبطاقه ديال المعلومات ديال الشخص المعاق اللي غادي على يكتب تاعو، عفوا الاخوان، هذه الشخص ديال المعاق، اللي شخص معاق يعني اللي كي يعمر الاستماره ديالو، الاسم والنسب، المكان، السكن، هذه سهله. الى انخرطتي في شي جمعيه ولا راك انخرطت في شي جمعيه، يعني غدير الاسم ديال الجمعيه والعنوان ديالها ونوع ديال الاستفاده اللي كتستافد من هذه الجمعيه هذه. يعني بالنسبه لهايا هذه فات، يعني هذه كتعمر، هذه خاصه ديال الشخص المعاق اللي كنعمروا هادو. بالنسبه للناس اللي عندهم الحركيه، اعاقه حركيه، يعني كيعمروا هاد لافيش هادي ولا هاد الملف اللي هو هانديكاب موتور ديال الحركيه كما كتشوفوا. يعني الا عندك الولد نتاعك عنده حركي، يعني كتعمر هاد الورقه هادي وكتعمر هاد الورقه هادي اخرى. بالنسبه لما عندوش، بالنسبه اللي ما عندوش 18 عام، ما عندوش لاكارت، يعني كدير اكستري فوق، وكدير اللي عنده الراميد ديال الاب ديالو، يعني كيدير داك الفوتوكوبي ديال لاكارت وفوتوكوبي ديال الراميد، وكتوجه للطبيب ديالك اللي في وسط المدينه نتاعك ولا في الحي ديالك، يعني يعمر لك هاد الورقه هادي الاستماره. ملي كيعمرها وكيكاشيها كتمشي كتوجه للمندوبيه ديال وزاره الصحه، يعني حتى هما كيعاود كيكاشيو لك الظهر ديالها مره اخرى، راه فيها جوج ديال ثلاثه ديال الخمس كيعمروا جوج. مني تعمر لك لاكاشي، ملي كتكاشي لك المندوبيه، يعني كتوجه بالملف نتاعك الى المندوبيات ديال التعاون الوطني.
يعني كتمشي للمندوبيه ديال التعاون الوطني اللي كتدفع الملف ديالك وكيسجلوك وكيقولوك انك كيديروك ايميل في الجيميل في التليفون ديالك، كتعمر المعلومات الخاصه ديال السيت ديال الوزاره باش كتبع الملف نتاعك فين وصل. ملي كتخرج لك هذيك الشهاده ديال الاعاقه يعني يمكنك تخرجها غير من التليفون من اي سيبر ولا من المكتبه غتخرجها لك. هذه في واحد الجانب. بالنسبه اللي عندهم بحال قلتي الولد ولا البنيه، الله يشافي الجميع والله يعافي الجميع ان شاء الله، اللي عنده بالنسبه اللي عنده حركيه وعنده منطال ما كيهضرش النطق، يعني كاينه واحد لافيش اللي هي بالوردي خاص الإعاقة النطقيه اللي ما هذه خاصه الحركه الذهنيه. منطال اللي عنده ذهني مسكين الذهن تاعو ناقص، يعني الا عندك ذهني وعندك حركيه يعني كتعمر هادو بجوج وكتضيفهم الملف الطبي ديالك. هاد بالنسبه لهذا اللي عنده ذهني وعنده حركيه. بالنسبه اللي عنده غير 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 ذهني كيعمر غير هذه، يعني كيعمر غير هذه والاولى اللي قلنا ها هي البطاقه ديال المعلومات ديال الشخص المعاق ذهنيه، يعني كتعمر غير هادو بجوج كما القاعده، يعني غتمشي غتعمرو مع الطبيب عندك هنا، غديهم للمندوبيه ديال الصحه، يعني غادي كاشيورك كدي الملف نتاعك للتعاون المندوبيه ديال التعاون الوطني اللي كتدفع الملف ديالك. بالنسبه للاخوان اللي عنده النطق حركه اعاقه نطقيه، يعني عندك لافيش خضراء هي كتعمر. بالنسبه اللي عنده غير النطق اعاقه نطقيه ما كيهضرش، وغادي يعمر هذيك وكيعمر دائما بطاقة ديال المعلومات هذيك كترافق جميع الوثائق كما كتشوفوا هذه وهذه، يعني كتبعو في الملف ديالك. بالنسبه للي عنده ذهني وعنده النطق وعنده الحركه، يعني هذه كاملين غادي يعمرهم، يعني جميع هاد الوثائق هادو غادي يعمرهم وغادي يديهم دائما كما كنقولوا لي طاب اللي كنديروا، دائما كنوجد الوريقات هادو كنديهم للمركز الصحي اللي قريب عندنا في المدينه نتاعنا. مني غادي كاشي الطبيب ديالنا في هاد الوريقات هادو، يعني كنديهم للتعاون الوطني للمندوبيه ديال الصحه عفوا، مني غادي ندوزهم عند المندوبيه ديال الصحه التابعه للاقليم ديالنا، كنديهم للتعاون الوطني التابع للاقليم ديالنا باش ندفعوا الملف ديالنا، ومتبوع دائما بجوج صور فوتوغرافيا صغيرين كالاكستري بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاكارت، وفوتوكوبي د لاكارت بالنسبه للي عندهم فوق 18 عام اللي عندهم لاكارت، وكدير الشهاده ديال اللي عنده الرميد، بطاقه الرميد اللي هما دائما فوتوكوبي، وكتدفع هادشي للمندوبيه تاع التعاون الوطني. يعني بالنسبه للي عندهم الناس اللي يعني الاخوان بالنسبه اللي عنده لا فيزيل بحال الناس اللي ما كيشوفوش، يعني كيعمروا هاد الورقه هذه وكيتبعوا لها دائما البطاقه ديال المعلومات ديال داك الشخص المكفوف. اما بالنسبه للاخوان اللي عندهم جميع هذه الاعاقات، اللي عنده الاعاقه ذهنيه حركيه ما كيهضرش ما كيشوفش ما كيسمعش، يعني يعني هاد الورق كاملين، يعني الاخوان انكم غتعمروهم وتملؤوهم هما كما كتشوفوا هاد الاخوان، يعني هاد الورق هادو كاملين يعني غادي تعمروهم وغادي تديهم هادو كاملين غتعمروهم مع الطبيب داخل المركز الصحي اللي السبيطار الصغير ولا الكبير، المهم اللي غادي يعمر لك هاد الورقه الطبيب ولا الطبيبه اللي غتعمر لك هاد الورقات هادو، يعني هادو غتبعوهم بجوج صور ديال الفوتوغرافيين، وكتبع انا بالبطاقه ديال الناس اللي عندهم الرميد غادي يدير فوتوكوبي ديال الرميد وواحد الاكستري بالنسبه للناس اللي ما كملوش 18 عام، وبالنسبه اللي كملوا 18 عام غادي يديروا فوتوكوبي ديال لاكارت ديالهم، وكيمشيو دائما المندوبيه ديال التعاون ديال الصحه انه باش تعمر تعاود تملا الاستماره اللي باقي الخانات اللي كيكونوا مدرجين مورا
هنا كيعمروا الطبيب ديال المركز الصحي، وهنا دائما الورق ديال هاد الورقه هاد لافيش هادي يعني كيعمروها اصحاب المندوبيه ديال الصحه. يعني ملي كيتعمروا هاد الورق هادو كل بالنسبه للاعاقه اللي عندهم، يعني كتوجه للمندوبيه ديال التعاون الوطني، يعني كتفعلوا هاد الملف الطبي كامل، يعني كيعطيوك واحد الجيميل، انا كيكري لك واحد الجيميل نتاعك باش تتبع نتاعك، باش تتبع هاد 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 الملف نتاعك فين وصل، حتى ترجع لك الشهاده ديال الاعاقه نتاعك من الوزاره اللي هي معترفه بها، وهي وكتكون تما انك معترف من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كتعترف بك وزاره ديال الصحه، اللي غتستافد فيها ان شاء الله، اللي غادي مازال دابا اللي غتستافد فيها القدام ان شاء الله، بالنسبه اللي غتدفع الدعم اللي دارت الوزاره بالنسبه للناس في وضعيه هشه، وبالنسبه للناس الاشخاص في وضعيه اعاقه. من هنا كنساليو لهذا الفيديو هذا ان شاء الله، ولا فيديو اخر ان شاء الله غادي نشرح الطريقه ديال الاستفاده من الاعضاء الاصطناعيه اللي كتعطى للناس اللي ما فحالهمش، اللي كدار للناس اللي ما فحالهمش، وان شاء الله لفيديو اخر ان شاء الله غادي نهضر كيفاش غادي نستافدوا من ديك المنحه اللي كتعطى التعاون الوطني، ان شاء الله التعاون الوطني للناس ذوي الاحتياجات الخاصه. وكنتمنى ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو مره اخرى في احسن الاحوال، ودمتم بالصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.